سؤال: لماذا خلق الله في هذا العالم في 7 أيام مع أنه كان قادر أن يخلقه في ثواني ويقول له كن فيكون؟ كل حاجة بالترتيب ونظام. ربنا حب يورينا في قصة الخليقة أن كل حاجة تمشي بترتيب ونظام. يعني إيه تمشي بترتيب ونظام؟ يعني في الأول قبل ما يخلق الزرع والحيوانات لازم يخلق المية ويخلق الضوء والنور ويخلق الهواء اللي الناس يستنشقوا منه الأكسجين، فبتمشي واحدة واحدة واحدة. قبل ما يخلق الإنسان لازم يخلق له بقية الكائنات اللي تخدمه أو تساعده. يخلق له في الأول الأكل والشرب والحيوانات اللي بيستخدمها والنبات والماء، تمشي درجة درجة درجة. ربنا حب من قصة الخليقة يورينا النظام، وأيضا يورينا الطبيعة إزاي بتمر بطريقة منظمة. لأن كل ما نقرأ قصة الخليقة نجد الطبيعة سلكة في نظام عجيب جدا. عشان الإنسان يتمتع بالنور يعمل فيه، وبالظلام لكي يستريح فيه وينام، عشان يترتب النور والنهار تبقى تترتب الأجرام السمائية، علاقة الأرض في دورانها حول نفسها أمام الشمس ودورانها حول الشمس خلال السنة، ويكون في الصيف والشتاء والنهار والليل كله بترتيب.